الحياة فرصة واحدة لازم نعيشها، عندها 64 سنة وأنا فوق الـ60. يلا نشوف بقى أنا عملت إيه رغم إن أنا كنت مريضة، والحمد لله ربنا عافاني. أنا نادية، عمري فوق الـ60، خسيت أكتر من 35 كيلو، شفيت من السكر والضغط، التهاب المعدة والمفاصل والركب، كان شعري خفيف جدا. الحمد لله اتخلصت من ترهلات التخسيس والتقدم في العمر. شعري بقى تقيل الحمد لله. بوريكم دلوقتي ازاي انا شديت الجلد وقويت عضلات الوجه والأربطة بتمارين اليوجا والمساج والخلطات، وكمان بعمل مساج لشعري. شعري بقى تقيل الحمد لله، وبقى عندي بيبي هير، ولاد بيبي هير فوق الـ60، دي حاجة جميلة قوي. مفيش حاجة مستحيلة أبدا أبدا. أنا لو كنت استسلمت ما كنتش وصلت للنتائج الحلوة اللي أنا بوريها لكم دي. الحمد لله من فضل الله. وده بقى جوزها، جوز الست اللي انت شفتها في اول الفيديو، شوفوها يرقص ازاي. يعني الحياة فرصة لازم نعيشها، مش لازم نرقص كده بس، ما نصليش على كرسي، ما نتسندش واحنا ماشيين. على قائمة التشغيل في القناة هتلاقوا كل الفيديوهات اللي انا عاملاها عن تجربتي، واشوفكم على خير في فيديو جديد. جمالك من صحتي من الطبيعة، بس بس بس.